بعد مباراة المغرب وفرنسا، الحلقة اللي احنا طلعنا فيها بعد مباراة المغرب وفرنسا، في لقطة وقفت عندها كتير عشان هي لقطة بتعبر عننا كلنا. مشجعة مغربية تبكي وتصفق للمنتخب المغربي في نفس الوقت، تبكي وبتسقف. هو ده اللي حصل بالظبط. المغرب قدام فرنسا كنا زعلانين قوي، نفسنا المغرب توصل لنهائي كأس العالم، وفي نفس الوقت مقدرين جدا اللي عمله لاعبي المنتخب المغربي وجهازهم الفني من أداء رائع وكبير. لو لقطة معانا تعالى نجيبها عشان هي بالنسبة لي واحدة من لقطات المونديال، واحدة من لقطات المونديال، لقطة عظيمة بصراحة. هي معبرة جدا، معبرة. هي تبكي وبتسقف في نفس الوقت، اللي هو مش عارف يعني، أنا زعلانة بس احترم جدا اللي اتعمل ده. لسان حالنا جميعا، لسان حالنا جميعا. طيب معايا الآن عبر سكايب هذه المشجعة الفنانة المغربية غيسة الجازولي. يا فندم صباح الخير، مشرفانا ومنورانا في برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري. الله يكبر بيك، شرف ليا. شكرا لك بزاف كريم، وفرحانة بزاف أنني معك اليوم. اللقطة دي لقطة عظيمة جدا، تحدثت عنها كثيرا يوم الأربعاء الماضي، وهي لقطة عفوية جدا، وزي ما قلت كده في المقدمة هي كانت لسان حالنا جميعا، نبكي ونحترم ونفرح أيضا في نفس التوقيت للمنتخب المغربي. صح صح عندك الحق، لأنه المنتخب المغربي بين على واحد القوة، واحد الشجاعة، واحد الموهبة كبيرة بزاف اللي خلاتنا أننا نفرحوا ليه كاملين. يعني احنا كمغاربة وكشعوب عربية وكأفارقة وكأمازيغ، يعني شيء مشرف بزاف بزاف بزاف. قولي لي رأيك إيه في حالة الإجماع العربي على المنتخب المغربي في هذه البطولة، وحالة الحب العظيمة للمنتخب المغربي. كلنا جميعا يعني نتحدث بكل فخر الآن عن المنتخب المغربي. أنت كمواطنة مغربية كنت حاسة الشعور ده إزاي؟ احنا دائما كنقولوا اتفق العرب على الا يتفقون، صح؟ هذه المرة بالضبط اتفق العرب على ان المغرب دارت شي حاجة تاريخية. يعني الوصول للمربع الذهبي شيء مشرف بزاف، وشيء يعني شيء اللي ما كانش متوقعه ولا واحد. يعني بالخدمة وبالمثابرة وبتشجيع ديال جميع المواطنين العرب والأفارقة والأمازيغ والمغاربة، كل شيء كان كيشجعنا حتى برا، يعني حتى في أوروبا وفي الدول الأوروبية حتى هما كانوا كيشجعوا المغاربة. يعني هذا التشجيع خلى واحد، كيفاش غادي نقول، خلى واحد الحلم اللي كان وارد ولا حقيقة، الحمد لله بإذن الله. كنت متوقع الحلم ده يتحقق؟ يعني المغرب وهي داخله تشارك في هذه البطوله كنت متوقع انها توصل لحد فين؟ الصراحة ما كنتش كنتوقع، يعني قلت غتوصل للربع النهائي كسابقاتها، ولكن الحمد لله في الربع النهائي ربحنا ودزنا النصف النهاية. ما توفقناش قدام الفريق البطل ديال 2018، الفريق الفرنسي، والخسارات ديالنا كانوا قدام وصيف البطل وقدام البطل، يعني فرق اللي كبيره بزاف، يعني ماشي شي حاجه اللي ممكن يبقى فينا الحال. بالعكس كنقولوا ان درنا اللي علينا وفرحنا بزاف ديال الناس. حنا كمغاربه فرحنا بزاف وقلنا الحمد لله هذه البدايه، ومازال اللي ما كنتغناو بها، يعني حاجه اللي كتفرح وحاجه اللي كتشرف واللي كتبين على ان العرب يد وحده، وان كتشوف ناس كيفرحوا من فلسطين، من مصر، من تونس، من الجزائر، من جميع الدول العربيه. يعني هذه حاجه متميزه بزاف. مين اكتر اللاعبين اللي لفتوا نظرك في هذه البطوله من المنتخب المغربي؟ كلهم كلهم طبعا. كلهم كلهم نجوم، لانه لعبوا بروح الفريق، ما لعبوش بروح النجم. يعني كل واحد يلعب بوحده، لا، لعبوا بروح الفريق، وكلهم بدون استثناء. ممكن انا كان عندي تفضيل لامرابط، سفيان امرابط، لانه حربي كيف كنقولوا، يعني الشخصيه بتحاول تعمل اي حاجه عشان تكسب. انا فيعني حاجه اتفق زوينه معاكي، بزاف، اتفق حاجه معاكي زوينه بزاف. مليون في الميه. انا قلت من كام يوم ان سفيان امرابط لولا وجود كيليان امبابي وليونيل ميسي
كان يبقى احسن لاعب في البطوله مرتاح جدا وعن كل استحقاق وجدار، عامل بطوله عبقريه يعني. أكيد أكيد أكيد، كل لعيبة كلهم بدون استثناء، زياش، حكيمي، أمرابط، بوفال، وناحي أوناحي، بدر بانون، كلهم بدون صحيح. استثناء كانوا مشرفين، وأكيد تحت قيادة المدرب المشرف العربي اللي كبر بجميع العرب والأفارقة، وكنا فرحانين به، هو المدرب وليد الركراكي، طبعا اللي أنا كنت قلت سابقا أنه من اللي كان تيقوا في ولد البلاد، يعني كان تيقوا في شخص اللي من ذاك البلد، ها هو شنو كيدير، كيوصل الفريق لبزاف ديال المراتب الكبيرة. هاتولنا بقى اللقطة تاني يا جماعة، وقولي لي انت كنت بتبكي ليه بعد خسارة امام المنتخب الفرنسي؟ يعني المغرب خسرت قدام فرنسا، تبكي ليه؟ منتخب كبير وعظيم طبعا المنتخب الفرنسي. يعني كنتمنى اننا نوصل للنهايه، حلم كان زوين بزاف، ما سخيناش اننا نساليو منه، يعني كنا كنتمنى اننا نوصل للنهايه ونكونوا اول بلد ونفرحوا، اول بلد عربي افريقي امازيغي، ونفرحوا العالم كله، لانه انجاز انجاز، والناس كيفرحوا ملي كيشوفوا شي واحد كينجح وكيتطور من راسه وكيوصل لمراتب كبيره بزاف. وليد الركراكي تحدث عن أداء أفضل للمنتخب المغربي في 2026، تتوقع المنتخب المغربي يحصد في يوم من الأيام كأس العالم؟ يا رب، احنا تعلمنا نحلمه، يعني انا من شخصيتي انسانه حالمه، ديما كنقول انه لا شيء مستحيل، وان شاء الله يعني بالخدمه والمثابره والايمان ان الانسان غادي يوصل لواحد النقطه غيوصل ليها، يعني شيء جيد جدا. انا غير انني كنتكلم دابا باللهجه المغربيه، هو فخر واحساس كبير عندي، لانه للاسف في اي منبر يعني ملي كنهضروا او نتكلموا باللهجه المغربيه كنسمعوا كلمات ما كنفهمكش، انا ما فهمتش انت بتقول ايه، مع اني يعني بتكلم مصري كويس جدا، بس افضل ان انا اتكلم بلهجتي عشان ممكن رد اعتبار للهجه المغربيه. لا، شطارة شطارة مصرية منك، وشطارة مغربية برضو، اللهجة المغربية لهجة عظيمة كالعادة. أنا الله بشكرك. يكبر فيك، شكرا بزاف شكرا بزاف، أنا يعني شرف لنا انه فنانين كبار كالفنان تامر حسني، شيرين، أحلام، شاكيرا، مالومة، يعني إيلون ماسك، يعني شخصيات كبار بزاف تكلموا على المغرب وعملوا لنا دعاية، لا بغينا نقولوا يعني احنا حتى تقسيس يعني كاقتصاديا استفاد المغرب من هذا من هذا من هذه المباريات ومن لاكوب دو موند، يعني شيء مفرح، شيء زوين، الحمد لله. طيب اتكلمنا اهو طول المداخلة باللهجة المغربية، بس لو سألتك تقولي كلمة للمنتخب المغربي باللهجة المصرية تقولي لهم ايه؟ هقول لهم رفعتوا راسنا وتسلموا، وان شاء الله يا رب اشوفكم في اعلى المراتب واشوفكم في حاجات حلوة جدا، وإن شاء الله يا رب من نجاح لنجاح، وإن شاء الله يا رب تكون بداية الأفراح لكل البلدان العربية إن شاء الله يا رب. وعلى فكرة أنا بحب مصر جدا، أنا زرت مصر قبل كده، والشعب المصري فيه شبه كبير من الشعب المغربي، فحاجة حلوة جدا، وخلاص كده يعني مفيش حاجة واحنا أكتر نحب من اللي كل تشاف في الشعب الفيديو المغربي. أصلا، يعني أنا كنت بعيط وفرحانة وفخورة في نفس الوقت، فما فيش حاجة تتقال أكتر من كده. لا ده كده عظمة جدا، نحب الشعب المغربي، نحب المغرب، فرحتنا المغرب، وحلو إن احنا عشنا المغرب في هذه البطولة، كلنا كنا مغاربة في هذه البطولة، نفخر بيهم دايما. شكرا شكرا. أنا طب يا بشكر. كريم، أنا عايزك تقول كلمة بالمغربي للشعب المغربي. لا صعب عليا، انت كده احرجتيني قوي، بس انا ممكن اقول ايه؟ بنحبكم بالزاف. انا كده طب صح؟ أنا أقول لك كلمة، قول كنبغيكم بزاف، يعني بحبكم قوي، كنبغيكم بزاف. نبغيكم بالزاف، صح، صح كده؟ برافو اقسم عليك. معاك اقسم معاك. وديما مغرب، انا قعدت اقول ديما مغرب طول الحلقات. ديما المغرب، ديما المغرب، وديما احنا شعوب عربية متحدة، وكنبغيو بعضياتنا وكنفرحوا النجاح بعضياتنا وكنفتخروا النجاح بعضياتنا. الفنانة المغربية غيزة الكازولي، أنا حقيقي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وديما مغرب.
الله يكبر بيك، الله يكبر بك أخويا، وشكرا لك بزاف، شكرك. وشكرا على الكلام الزوين اللي قلتيه في حق المغاربة واللي قلتيه في حقي. أنا غير شوية من المغاربة اللي كيحماقوا على بلادهم. حنا الشعب كنبغيو المغرب وكنحماقوا عليه وكنتمنوا ونشوفوا بلادنا في أحسن حال، ودائما بشعار الله الوطن الملك. يا رب دايما في أحسن حال. المغرب بلد عظيم وشعب عظيم. أنا بشكرك شكرا جزيلا غيزة الجزوري، بشكرك شكرا جزيلا.